أنا منى مؤسسة إيزيل، فهدف هذا المنتج هو تقشير البشرة مع تغذيتها بالعناصر الغنية اللازمة. يتمتع بقوام تقشير زيتي ذات رائحة منعشة طبيعية، بس دون أن يترك البشرة دسمة. يحتوي على عنصر تقشير طبيعي فريد من نوعه، ألا وهو أوراق الشاي الأخضر. ففي حين معظم المقشرات تزيل الخلايا الميتة فقط، يتمتع هذا المقشر بتأثير ثنائي، فهو يزيل الخلايا الميتة ويفتح البشرة، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والزيوت الغنية. فاستخدمنا أوراق الشاي الأخضر اللي هي غنية جداً بمضادات الأكسدة، وكذلك الأنزيمات والفيتامينات والمعادن، فلذلك يحسن طبيعة البشرة ويخلصها من السموم. فهو يشفي الندوب وعيوب البشرة، يؤخر علامات تقدم السن كترهل البشرة، أضرار الشمس، البقع السوداء، الخطوط الرفيعة، التجاعيد. وكذلك استخدمنا فيه زيت الأرغان المغربي وزيت الصبار، لهما كلاهما جد مغذيان بالفيتامين إي، لذلك سوف تحصلين على بشرة أكثر انتعاشاً وإشراقة، وكذلك بشرة جد نظيفة. فهو يستخدم لكل من الوجه والجسم.